زمن الحرب الباردة، كيف بنى السوفييت قاعدة غواصات داخل الجبال؟ من تاريخ الاتحاد السوفيتي وتاريخ الحرب الباردة نفاجأ أن السوفييت قدروا أن هم يحفروا داخل الجبال، طبعا جبال تطل على مياه، إنما حفروا في هذه الجبال وعملوا مركز ضخم جدا للغواصات النووية. وطبعا ده يعتبر من الأشياء اللي هي تكنولوجيا في منتهى الخطورة، وكانت وقتها في منتهى السرية في العالم. ما هي القصة؟ القصة باختصار إن على مساحة 5 أفدنة تحت الجبل في قلب المية، مساحة كبيرة جدا، 5 أفدنة، تم عمل مركز كبير جدا للغواصات. إن لو حصلت حرب نووية لا يتم تدمير هذا المركز، وإنما تخرج الغواصات 7 غواصات جوه، تطلع بقى البحر الأسود، البحر المتوسط، الكلام ده كله في البحر الأسود، تطلع بقى البحر الأسود، تطلع أي مكان، إنما يتم خروج هذه الغواصات حتى لو تعرض المكان لضربة نووية لما يعادل 7 هيروشيما. يعني لو قنبلة نووية تعادل هيروشيما 7 مرات ما يتهدش هذا المكان. طبعا المكان من بره ما يبانش نهائي، جناين وبيوت صغيرة، ما يبانش ان تحت ده موجود مركز غواصات بهذا الحجم. المركز ده ابواب كتل ضخمة جدا، الباب كان بيصل الى 20 طن، يستحيل لو في ضربة نووية ان اللي جوه يموتوا هم او عائلتهم او هذه الغواصات تتدمر، وإنما تخرج تحارب حتى ما بعد ضربة نووية على هذا المكان. طبعا لما روسيا أفرجت عن صور وخلت الإعلام يصور هذا المكان، كانت في مفاجأة كبيرة طبعا، إنه إزاي كان السوفييت بيفكروا بهذه الطريقة، وإزاي الحرب الباردة كانت بتتكلم بجدية عن حرب نووية، وإزاي كانوا بيخبوا الغواصات، وإزاي حفروا تحت الجبال وفي قلب الماء بهذه الطريقة اللي في إعجاز تكنولوجي في ذلك الوقت من أجل الاستعداد لحرب نووية. من زمن الحرب الباردة بنى السوفييت قاعدة غواصات داخل الجبال تستطيع تحمل ضربة نووية تعادل 7 هيروشيما.